हजरत आपने जो बुखारी शरीफ हजरत बार जकरिया साहब ने पढ़ा था, उनसे मुसलसलात की भी इजाजत है पढ़ी लीजिए मुसलसलात जी। मुझे भी इजाजत अदा फरमा दे, मेरी तरफ से इजाजत है, मैं मतन पढ़ देता हूँ। بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه البخاري والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى وقيل رواه في الأدب المفرد ولكن لم أره في نسخ المطبوع من الأدب ولكن بالظاهر من النسخة التي طبعت عليه نسخ الأدب المفرد كانت ناقصة والله أعلم. في حديث من الشيخ سيولا سني منون المولانا خليل أنصار سيولا مولانا ذو قيوم برهانوي سيولا شاه صاحب محدث دهلوي سيولا شاه عبد العزيز محدث دهلوي سيولا شاه ولي الله سيولا. اسی طرح یہ حدیث میں روایت کرتا ہوں عبداللہ بن احمد ناقبی سے، شاید آپ کی ملاقات ہو کیا ان سے، مجھے بھی اجازت ہے. اچھا، تو اسی طرح سے میں نے یا شیخ یاسین فادانی کا زمانہ پایا لیکن ان سے سماعت حاصل نہیں ہوئی. ان کے قدام احمد بن عبدالسلام بن احمد اور احمد اللہ شانی احمد اللہ وغیرہ سے